وينضم إلينا من رام الله أشرف عكا الخبير في العلاقات الدولية. أهلا بك أستاذ أشرف. في البداية، يعني الفيتو الأمريكي لمشروع القرار بوقف إطلاق النار وبعده إعلان الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل بدبابات وقذائف بقيمة 106.5 مليون دولار، كيف تفسر ذلك المشهد، خاصة بعد رفض أمريكا تمرير القرار الإماراتي بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار؟ يعني هذا تأكيد واضح أن الولايات المتحدة ما زالت مستمرة في دعم إسرائيل، وهذه الحرب تعني بالضرورة أهداف الولايات المتحدة وليس فقط أهداف إسرائيل منها. وأعتقد أن الولايات المتحدة تمارس خداعاً وكذبا على دول المنطقة من خلال بيع وهم ما يسمى حل الدولتين. أعتقد أن الولايات المتحدة الآن بإفشالها ليس فقط هذا القرار، ولكن هي إفشالها مجلس الأمن الدولي، إفشالها مسعى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعني نبه مجلس الأمن على خطورة هذا النزاع على السلم والأمن الدوليين وعلى مستقبل النزاعات الدولية في ظل انتقائية استخدام القانون الدولي وتطبيقه وعدم امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي، ما ينبئ بالضرورة أن هناك دول يعني قد لا تحترم القانون الدولي ولا تلتزمه في ظل ما يجري من تجاذبات، وهذا يبين عمق الأزمة في النظام العالمي والدولي بما يعكس نفسه على مؤسسات المجتمع الدولي. هذه المؤسسات كان يفترض بها أن تكون قادرة على حل كل القضايا والمشكلات العالمية، وأهمها المشكلات التي تأخذ طابع النزاعات المسلحة والحروب والتوترات الأمنية التي تؤثر على استقرار العالم برمته. في أكثر من منطقة إقليمية الآن نشهد صراعا في أوكرانيا وفي بحر الصين الجنوبي، توترات مع تايوان وغيرها من صراعات في المنطقة. وإذا العالم كان يحتاج إلى ذلك التفاهم من أجل تكريس مفهوم السلم والسلام العالمي كمقصد من مقاصد ميثاق الأمم المتحدة. هذه الأمم المتحدة عمليا جاءت نتيجة للحرب العالمية الثانية وفق هذه المنظومة ووفق توازن القوى في حين. وأعتقد أن مفهوم يعني ومرتكزات النظرية الواقعية الجديدة التي تتحدث عن ذلك الشك وغياب يعني اليقين بين الدول يبقي يعني التوتر والصراع واستخدام القوة والمصالح أساس يسود العلاقات الدولية، خاصة أن النظام الدولي يشهد مزيدا من يعني عدم الاستقرار ومحاولة الانتقال إلى نظام نعم آخر. نعم سيد أشرف، ولكن يعني هل ترى أن رد الفعل الأمريكي هذا تجاه القضية الفلسطينية يعد بمثابة منح إسرائيل ضوءا أخضر لاستمرار المجازر في قطاع غزة؟ نعم، هو ضوء أخضر وإعطاء مشروعية إضافية جديدة. وأعتقد أن الولايات المتحدة ومندوبها في الأمم المتحدة مساء أمس حاول أن يستحضر قضايا جديدة لإدانة حماس، يعني بدأ يتحدث عن موضوع الاغتصاب الجنسي والتهديد الجنسي الذي جرى، ويعني ويحاول أن يثير العالم. إذن هو بدأ يسوق مجموعة أخرى من المبررات لإدامة هذه الحرب وإعطائها مشروعية إضافية والدفاع عن إسرائيل سياسيا وقانونيا وإعلاميا أمام المجتمع الدولي وإعطائها مزيدا ومزيدا من الوقت للقتل والتدمير في قطاع غزة والإبادة والتهجير. ودعيني أقول، لا يمكن لي أنا كأشرف أن أقول أن الولايات المتحدة تحاول أن يعني أن تضبط إيقاع إسرائيل، بل الولايات المتحدة شريك كامل بهذا العدوان. وأعتقد أن منطقة الشرق الأوسط غزة الآن هي تلك الجبهة المفتوحة يعني التي تحتاج الولايات المتحدة أن تؤكد من خلالها أنها إذا انتصرت في هذه الجبهة المفتوحة سيعكس ذلك على انتصاراتها أمام الجبهات العالمية الأخرى في مواجهة الصين وروسيا. هذا ما يجب أن نفهمه ونقرأه من طبيعة هذا الصراع. صحيح هو حتى اللحظة يعني في إطار غزة وفي إطار يعني بعض الجبهات يعني المساندة في المنطقة.